بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم للجميع. إن شاء الله هذا الدرس الرابع سوف نشرح فيه ونتعلم معا كيفية استخراج طابل دي تي سي والطابل ماسك والطابل او بي دي من خريطة عقل سيارة البيجو الاي دي سي دي سيت سي سوسون الاي دي سي 17 سي 60. كما ترون هنا اخترت هذه الخريطة. سنبدأ على بركة الله، نضع هذا الملف داخل وينولز. كما ترون الشكسم صحيح، ملف لم يقع عليه تغيير. كالعادة نغيره إلى 6 بيت ونصغر. دونك دون سيت كور On va attaquer la cartographie UDC 17660 pour PCA, Peugeot Citroën. Donc on va extraire les trois tables DTC, table masque et table OVD. Et on va essayer de désactiver ou annuler des codes défauts. Donc on va commencer par la table DTC. Donc on va commencer par la table DTC. Donc il faut rechercher un code défaut. Donc ça n'a pas l'extrage de table ATA. Ça n'a pas l'extrage de table ATA. Ça n'a pas l'extrage de code défaut ou ATA l'IGA. ننظر للمعطيات داخل الخارطة. Donc on va voir, donc on va passer code par code. Donc chaque fois il faut remarquer les différents codes qui n'existent pas. Par exemple ce type EC, donc il n'y a pas un code avec un EC à la fin. Donc on va passer aussi, on va passer ici il y a DF, donc on va passer AB. Donc il n'y a pas un code qui commence PAB 67. لا يوجد هذا عطل AB 67. ونتقدم شيئا فشيئا. وننظر لي الخريطة 2D. دونك بكثر الممارسة سوف تتعلمون وتصبح الأمور سهلة. هنا يظهر كثير من الأصفار، دونك ليس هو الجدول المطلوب. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، هناك علامات تدل مثل هذه تدل أنه ليس الجدول المكان المطلوب. نفس الشيء هنا لا يوجد كود يشبه هذا الكود. نفس الشيء هنا تلاحظون. نفس الشيء هنا
لا يوجد أكواد بهذه الطريقة. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. أبي بي زيرو عفوا، نفس الشيء هنا، لا يوجد الأخير. أسي مثلا، مثلا كي نتأكد نستطيع أن نبحث، مثلا بي 0405 نجود هذه كلمة بيجو كي نسهل عملية البحث، وننظر هنا في أول نكون عطل كابتور دو بوزيسيون دو لا فالف اجير، يعني عطل من عطل اجير. دونك سوف نبحث مثلا 04 04 3 ا، ده يظهر انه عطل. من اول بحث تعرف انه ليس عطل. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. الطابل قصير جدا ويحتوي على كثير من الأصفار. نفس الشيء هنا، ننظر لي نعود. أظن أن هنا يظهر كثير من الأكواد. دونك سوف نتقدم. للأمام ثم نعود إلى التروسي. يظهر أن المكان المطلوب يتثبت. نرجع تروسي هنا وننظر للشكل ثنائي الأبعاد. يظهر أنه المكان المطلوب. نختار هذه النقطة كبداية و نحاول أن نقرب الصفر 55. نستطيع أن نتأكد ونبحث 0.55. دونك سيركوي دو كابتور دو بريسيون، دونك يظهر أنه عطل من العطاء. Donc ça nous ouvre. Donc ici on va ajouter notre première table, table de code défaut DTC. Ça va nous combler d'afat charita, charita tariq, charita tariq, afon, charita tariq. غلبت علينا السياسة. إذا نتجه لإضافة خارطة جديدة new map. هنا سوف نضع اسم ونحدد هذه النقطة كنقطة بداية 3C 4C 42 3C 4C 42. Donc on va commencer par ce point avec cette adresse. Donc on va cliquer ici. Ici on va taper le nom de la table. On va commencer par l'adresse. Ça va nous donner de l'annuel. Ça va nous donner 4 colonnes. Et on va commencer par 200 ou 150 et on va voir. Ici le 16
بيت باسز. في اول نصغر قليلا ما نعود لي ضرب ترني وفرمات فرمات دو دي. دونك اون فوار اسكو انا اونتوري تو لي كود او نو. دونك دابري سيت شيما اون فا translater un peu jusqu'à la dernière point ici. Donc elle est bien claire, elle est bien claire que le point ici, c'est la terminaison de la de notre première table. Donc تظهر ان النقطه هذه النقطه النهايه لجدول العطاء. Donc نضيف مثلا 190 وننظر. وخمسين وننظر. 300 وننظر. Donc on a dépassé la limite, donc on va reculer un peu avec le format texte. Donc on va seulement dans 7 points. 290 290. Donc on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. Donc on a bien entouré nos codes défauts. كما تلاحظون تم وضع كل الكود dans تم وضع كل هذه الأخطاء في هذا الجدول. هذه أول مرحلة. المرحلة التي تليها سوف نبحث عن طريق الدي دي قبل. دونك اون فا ريكيلي ان بو. Donc l'idée ici, donc il y a un table OBD. Donc la table OBD peut contenir des codes défauts sous forme de FFF, plusieurs FFF. Donc on va voir un courbe très grande comme celle-ci. Donc comme tu l'as vu, on a نرى أن هذه ال هذا الرسم كبير نوعا ما. لماذا كبير؟ لان التابل او بي دي يحتوي على اف اف اف. كان نعود مثلا انظر الاف اف اف. لذلك يكون شكل التابل الاو بي دي اكبر ارتفاعا من شكل التابل دي تي سي. ونتقدم قليلا. دونك سوف نحدد من هنا. دونك هذه أول ملاحظة، يعني كيف نحدد تابل أو بي دي؟ هو أكبر شكل ويحتوي على كثير من الإف إف إف. نتقدم وسوف نجد أن التابل الماسك يكون أصغر حجم. عادة ما يكون صغير الحجم مقارنة بال الجدولين السابقين. ده نسرع. يمكن أن يكون هذا هو. سنكبر قليلا. يمكن أن يكون هذا هو. سوف نتأكد أن كنا قد انطلقنا من نقطة صحيحة أم لا. دونك نعود ل الطابل الأول.
هذا هو دونك خلفه خلفه مباشرة سوف نجد الطابل دي تي سي du code défaut. Donc voilà, c'est notre première table. Donc on avance jusqu'à trouver la grande courbe. Donc في فيديو سابق ان هناك كثير من الفيديوهات يقفزون كالغزلان. نحن لا نريد ان نقفز كالغزلان. سوف نمشي خطوة خطوة ونفهم بعضنا البعض وعذرا من الغزلان. نتقدم شيئا فشيئا. نستطيع ان نضغط هنا التقدم يكون اسرع. هذا هو. تلاحظون الشكل كبير كله كبير 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 كبير. دونك النهاية سوف تكون هنا والبداية ستكون الأمام. ستكون انطلاقة من هنا. دونك on va commencer par ce point. أو من هنا. على كل حال سوف نختار هذه النقطة أو هذه النقطة ونستطيع أن نصلح أن أخطأنا قليلا. سوف نقوم بإضافة جدول OBD. دونك نعود من هنا نتثبت. دونك عادة ما تكون قريبة. دونك لو بوان فا إتر بروش دو سيلوي سي. دونك فا إتر إيسي و إيسي و إيسي. دونك إن يا با بوكو دو شوا. سأقرب وأنظر. دونك إذا صارت عندكم هذا الاختيار سوفي دابوي كي تزيل هذا الاختيار تضغط بقرص سيبريمي لوحة المفاتيح. دونك سي أون سي سيليكسيوني دونك بور سيبريمي سا سيليكسيون دونك أون فا كليكي سور لو بوتون سيبريمي. دونك نعود ونختار هذه النقطة. نعود التكست ونقربها بالكنترول. دائما ما وضعت الأربع اف اف معا. يا اما ننطلق من هنا او من هنا او من هنا. تلاحظون ان لم يعد هناك اف اف هنا انطلاقا من هذه النقطة. دونك سوف ابدأ من هذه النقطة. اضيف خارطة جديدة لها نفس الخيارات كسابقتها. دونك اون فاجوتي نوفيل طابل. دونك اون ادي كون فاكومونسي بار ايسي طابل
OBD 16 16 16. هناك أربع أروقة ونفس الطول للآخر، نسيت 295 على ما أظن، سوف أعود وأصلح. هنا 295، دونك 295، وهنا 295. الآن ما زال الطابل هو أهم طابل، طابل ديماسك، طابل ماسك. دونك سنكبر هذه، نعود للدي دي و نبحث عن الشكل الصغير جدا. أسرع قليلا، هذا هو الشكل. الانطلاقة يمكن أن تكون من هنا، أو من هنا، أريد أتقدم لكي أتثبت. هذا هو. دونك سوف أتثبت، يظهر أن هناك أكثر من طابل. ننظر للشكل، طبعا الانطلاقة ستبدأ من هنا على ما أظن، من هنا. نحن نبدأ بهذا البوان، ثم سوف أعود للخلف وأنظر هل نفس الشكل موجود رأيناه قبل أم لا. سأقوم بإضافة الخارطة هنا، وبعد نقوم بالمعاينة والإصلاح. Donc on va commencer par cette point, on va ajouter عفوا زملائي، اذان المغرب. دونك سوف اعمل بوز للفيديو واعود ان شاء الله واكمل الفيديو بعد المغرب. شاي طيبه للجميع. دونك سوف اكمل قليلا. طابل دي تي سي، طابل عفوا طابل ماسك، أربعة 295 ويت ديس. أضغط روم كيرسير من هنا، نبقى اختار
هذه البداية دونك أذان المغرب في تونس. أقول لكم شاهي طيبة للجميع، تقبل الله صومكم، وسنواصل بعد أذان المغرب إن شاء الله. السلام عليكم مرة أخرى، تقبل الله منا ومنكم القيامة الصيام والقيام. نعود إلى جدول الماسك. دونك اخترنا هذه النقطة وقمنا بإنشاء جدول جديد. الآن سوف نحاول إنجاد تطابق بين جدول الماسك وجدول الأوبيدي. نبحث ونلاحظ هنا وجود مجموعة من الأسفار وموجود كثير من الأفعال. يجب أن يكون هناك تطابق بين هذا الجدول وهذا الجدول. ونعود لجدول الأوبيدي موجود هنا. جدول OBD اوكي، ينطلق من نقطة سنحاول تغيير انطلاقة النقطة. نغير الانطلاقة من هنا وننظر. أصبح بهذا الشكل. نفس الشيء هنا، سنحاول طب الماسك أن نتقدم أو نتأخر. نقول فوق موديفي سيت تابل pour qu'il y ait encore une correspondance visuelle entre la table OBD et la table OBD et la table masque. دونك سوف أغير نقطة الانطلاق من هنا وننظر. نغير من هنا، ليس هناك
بعد سأوضح لكم ما هو التطابق الذي أبحث عليه. الآن بدأ يظهر نوع ما من التطابق بين الأصفار والإف إف. يعني لو وجدنا هنا أصفار نجد هنا إف إف. مثلا هنا اف اف اف، ناخذ على سبيل المثال 16 ثلاث اصفار اف اف اف. ما معنى هذا؟ سوف نضع هكذا، يعني ان لو اخذنا مثلا هذا الكود 05 62 05 62، كيف نلغيه؟ نورمالمون اذا اردنا ان نلغيه هو في النقطة الأولى هنا، والنقطة الأولى هنا المسؤولة عنها. النقطة والنقطة هذه في نفس الترتيب 16، يصبح هذا صفر ويصبح هذا اف اف. مثلا لو نبحث عن كود مغلق، مثلا لو ننظر هنا وننظر هنا صفر وهذا اف اف في السطر 22، يعني هذا الكود ملغى. سوف نقوم بتجربة ذلك مع اللوجيسيال برنامج دافنشي. سوف أعطيه هذا الملف الذي اشتغلنا عليه. سوف أتثبت من قلنا أن الكود 16D2 يكون off، 16D2 وهنا يظهر on. سطر 22، أنا أخطأت في السطر، السطر 22 هذا هو سطر 22. لو حسب هذا المعطى يظهر أنه مغلق. سوف نأخذ مثلا 28 وننظر ماذا لدينا في 28. هنا من 2، ومن هنا نبدأ من 2 من فوق حتى يتقابلان. يظهر أن هذا أيضا مغلق، هذا الكود يظهر أنه مغلق 0914. يظهر هنا أنه مغلق. لا أعلم لماذا هنا ظهر 16D2 ظهر on رغم أنه يظهر أنه هنا أنه مغلق 16D2. يظهر أنه مفتوح.
ممكن هذا اخطاء دافنشي. ناخذ مثلا الاسطر الاخيره اف 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 مثلا هذا يظهر انه سي 167 صفر هنا واف اف هنا. اذا اردنا ان نغلقه سوف نضع صفر هنا واف اف هنا، يعني انه هو انه ملغى سي 167. نعم انه ملغى. ماذا يعني؟ يعني اننا قد نجحنا في استخراج ثلاثة الجداول. سوف نقوم مثلا بإلغاء سوف نأخذ مثلا أي كود سوف أبحث عن مثلا سي 6 هنا عفوا هنا كيف نبحث؟ نبحث بالبحث سي سي يعني 00 سي سي لم يجدها اصلا. لا اعلم لماذا الدافنشي اخرج هذا الاكواد فقط. سوف نتثبت في عمل دافنشي. كوبي سوف نقوم بتجربته على هذا الملف الجديد. كوبي ظهرت اكثر اكواد. ربما كان الملف الذي اشتغلنا عليه كان الويلانس يستعمله، لذلك دافنشي لم يستطع ان يخرج جميع الاكواد. دونك سوف نتثبت من 0 0 41. ننظر هنا 0 0 41 إن كان موجود، موجود هنا وموجود هنا في نفس السطر، في السطر 127 نقل اتجاه 127. يبدو أنه مغلق من هنا 127 مغلق من هنا كما تلاحظون. هذا وهذا 00 FF وهذا وهذا FF، يعني 0071 مغلق وكذلك 0115 نتجه 0115 0. يظهر أنه مفتوح هنا ولذلك يظهر أنه مغلق. لعل ان كان برنامج دافنشي يشتغل صحيح. احنا التشابه يظهر هنا 0000 عفوا FFF وقابله 0000. سنقوم بإلغاء مثلا
سنأخذ كود مثلا البي 0238، نبحث عليه هنا 0238، قد يكون من الأول. طب ليس موجود، سوف أبحث عنها هنا. موجود هنا، يعني موجود هنا، موجود عندنا في الطابل. موجود يعني موجود، لا أعرف صفر 38238. سيليكسيون، سأحذف سيليكسيون وأعيد البحث، لم يجده. 055 وجده، 0238 لم يجده هنا، وجده هنا، غير معقول. والعنوان 0237 سأعد الأسطر أو كثير الأسطر. الآن وجدها، لا أعرف لماذا لم يجدها. 238 موجود في السطر 212، موجود هنا 195 من فوق السطر هنا. سوف ألغي هذا الكود وهذا الكود، يعني سوف أضع هنا أصفار لا أريد أن أصلح الشكسم، وسوف أضع هنا FF كي يغلق، كي أغلق الكود 238 والكود 237. 4F الآن نقوم ب، لا نصلح الشكسم، كي نقارن الملف الأصلي مع الملف، مع هذا الملف، نقومنا بإلغاء DTC of P0837 P0387 على ما أظن. سوف أصلح ال 237 237 237 238 238.
كي أتأكد. نعود إلى هنا، أغلقنا 238 و 237 اثنين. الآن سوف أغلق دافنشي وأعيد فتحه وأعطيه الملف الذي اشتغلنا عليه هذا، ونبحث عن 200 على صفر صفر 237 لأنه مغلق، والصفر 238 مغلق، يعني أننا نجحنا في غلق هذه الأكواد. أعزائي الكرام، سوف أضع أسفل الفيديو جميع هذه الملفات. سوف أقوم بحفظ الماب باك. الماب باك هذا عندما تأتي بنفس خريطة UDC 660 تعيد حمل الماب باك كي لا تعيد نفس العمل مرة أخرى. سوف يأتي بنفس الخرائط التي وقع حفظها. في نفس هنا سوف أضيف DTC OBD ماسك. هذا هو الملف الخرائط مخزنة هنا. مثلا إذا أردنا أن نغلقها نغلق تماما ونعيد فتح مثلا أي ملف، مثلا الملف هذا مثلا، لسه يقول لي الشكسم لأننا أغلقنا كودين اثنين ولم نصلح الشكسم. لا نريد أن نصلح الشكسم الآن. الآن سوف في شيء بروجكت إكسبورتي. الآن نعمل إمبورتي، نقوم بجلب هذه الخرائط. نعمل أوكي، وكما تلاحظون قد أحضر لنا الخرائط التي قمنا به، وتستطيع العمل عليها بنفس الطريقة وتلغي الأكواد. سوف أضع في هذا الملف معلومات تاريخ خاصة بالSVG الذي اشتغلنا عليه. سوف أضع هذا الملف والملف الأصلي كي تستطيعون أن تعيدون هذا الدرس وتتدربوا عليه. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله في درس قادم. أخوكم وليد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.